تقول أنا أصلي على الكرسي ويمر من أمامي النساء وكذلك بعض الأطفال، هل لمرورهم تأثير على صلاتي؟ إذا كانت قد وضعت سترة ومر وراء السترة فلا يضرها ما مر بين يديها، لحديث أبي سعيد وغيره إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فلا يضره ما مر بين يديه، يعني بعد السترة. أما إذا كان بين السترة وبين موضع وبين المصلي سواء كان قائما أو جالسا فينبغي أن يرد من يمر بين يديه لقوله لما جاء من الأمر بالمدافعة، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجب. لكن لو حصل ومر أحد بين يديه فإن ذلك ينقص أجر صلاة إن كان يمكنها أن يدفعه ولم يدفعه، وأما إذا لم يكن في قدرته دفعه فإن ذلك لا يؤثر على صلاة بأن كان قد غلب أو لم يتمكن بأن مر على غفلة منه أو ختله ومر بين يديه، فهذا لا يضره ولا ينقص أجر صلاته.